وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع عيامي علي محرم ولا يا عم لا 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 يا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا خذت مني بقايا الحال يا ابوي يا لا يا لا نود ويا المهدي وليت مني من مني من أنا أنا قبلك ما شفت من ما درضي عيشي سيدك رعى العلي الأصغر لكن أريد بصوتك تحسسنا تحسسنا بصوتك أنا أمل الرباب شلون تلولي غلو ليدي نام يا ابني نام يا ابني كلامتك إلا غلى صدري نايم على حر الرمول عايم جبوح جري أذكرك لما انشنيت بالليل تحاضنك روحي وتظل ما تقبلي تيدك نام يا ابني نام يا ابني تقل لقالوا على صدر حسين نايم يا بعد عمري يما بيك كسر وصدري يا يما بيك كسر وصدري تغالب فغلى صدري غلى صدري اوه
أغضيب تكوم يا غالي آل محمد يا أبو. بعد الزهراء سلام الله عليها الزهراء هذاك اليوم واحد من الخطباء عرضوا موجود إلى بدي الزهراء قاعدة يم المنبر ولازم الطفل هيك مخلية تبين يديها وقاعدة يم المنبر بهالشكل هذا الزهراء مخلية مولاي الطفل وقاعدة يعني تنعى عليه تقول له الإمام صاحب الزمان بأبيه وأمي والله العلي العظيم والله عدة مرات يدخل المجالس وطفل على إيده والله وحك هذا مجلس الزهراء كم مرة بمرة شايل طفل ويطب ويطب بين الشيعة وبين موالينا وبين اللطام وما حد يدري الله وكيلك ومحمد كفيلك الإمام الصادق صلوات الله وسلام الله عليه كان يقلهم عد الطفل دزوا عليه خليه بحضنه الله يعينك يا أبا عبد الله الصاحت يا أبو يا الطفل عنا تغطيه يا غنم القلب يا حسين صدري ابويا ابويا يا غضب الفحشاي ما واحد يسكني